هذا بدل على أنه الأحاديث اللي ورد فيها الكلام هذا غير صحيحة، غير صحيحة. وشو كمان غير صحيح؟ شو كمان غير صحيح؟ قال تصوروا لما بينزل المسيح عليه السلام، مو له علاقة بالدجال طبعا، بينزل الملائكة بتنزله، وصف الرسول حتى لباسه ولون لباسه لما بده ينزل مع الملائكة. هذا في حديث النواس ابن سمعان، حديث النواس ابن سمعان. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، نفس مين؟ المسيح، إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. إيش يعني طرفه؟ بصره. أولا بقول لك اتفضل اتفضل، معناته هذا هذا بيعني، لاحظها، هذا بيعني انه طب ليش يأجوج ومأجوج كان بتنفس عليهم وخلصنا، بتنفس على يأجوج ومأجوج وخلصنا، ليش الله بيقول له انه حرز فيهم الى المكان الفلاني مثلا؟ هاي انا بدي اقول مشان اساعدهم في الاعتراض. وكمان كان بموت المسيح قبل ما المسيح الدجال قبل ما يقتله المسيح، لانه نفسه اي واحد كافر بموت. في هون مسألتين. المسألة الأولى، يبدو إنه الكلام لما بينزل في دمشق عند المنارة البيضاء أثناء نزوله والملائكة مع أثناء عملية النزول، كنه في دائرة من مكان النزول كل كفرتها مالهم بموت. أبصر شو عاملين دول، يعني إذا كان في بينهم واحد زي بشار وجماعته بلزم لأنه بنزل عند المنارة شرقي بغداد، عند دمشق، عند المنارة البيضاء. أنتم ما تظنوش إذا رجعت الدنيا حق الآن وقامت خلافات، ما احنا مندريش وين هذه مسألة. الآن أنتم في زمن، في زمن عودة الناس إلى الحق على فكرة، مش هذا زمان، مش هذا الزمان، نتكلم عن الأخير لما الناس بردوا بنتكسوا بجوز. ما هو أصلا المدينة راح نجد فيما بعد، المدينة لما بقترب منها الدجال وتمنع الملائكة، وش معنى الملائكة على فكرة؟ وش معنى الملائكة بتمنع رجل بشر ويراهم؟ معناته بدنا نشوف مين الدجال، بدنا نشوف مين الدجال هذا اللي بيخاف من الملائكة وبيراهم كمان، تمام؟ وإنه المدينة كما ورد في الحديث الصحيح، المدينة هو ممنوع من دخولها، الملائكة تمنع من دخول المدينة، هو بدخلش مدينتين على فكرة، وبدخلش أربع مواقع، بدخلش مدينتين وأربع مواقع، بدخلش مكة، بدخلش المدينة، بدخلش المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، يعني لا بدخلش مكة والمدينة، بدخلش الأقصى بس بدخل القدس، وبدخلش الطور. يبدو الطور بيكون المسلمين واصلين فيها وحاطين فيها يبدو مسجد أو تفاصيل، تبعت كيف؟ بدخلش أربع مساجد وبلدين، أربع مساجد وبلدين ممنوع من دخولهن الدجال. المدينة لما يمنع من دخولها وبيعسكر بالقرب منها، وعلى فكرة بنظر من جبل أحد وبذكر القصر الأبيض اللي هو قصر محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو المسجد، في بعض الناس بيعتبرها الآن هذا إعجاز، لأنه كيف الآن المسجد فعلا لما تنظر له من فوق والتوسعات كله بيبين من فوق أبيض من بين كل ما يحيطه. هل كان بهذا الشكل هو؟ ليش قصر محمد القصر الأبيض؟ تمام، بينظر من أحد، ترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إله كل منافق وكافر. إذن المدينة شو بكون فيها؟ فيها منافقين وكفار، المدينة المنورة بكون فيها. ما انتو هايكم شفتوا اليوم يا أخوي بعد الربيع العربي، هذا اللي بكون يقولوا إحنا مسلمين، قداش فيهم كفار، قداش فيهم كفار اليوم هدول، وهون 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 بتشوفوهم قاعدين. طيب نرجع للموضوع لما قلنا ايش نفسه. طيب هذا ممكن الكلام يكون اصلا اثناء عملية ايش نزوله والملائكة منزلته. كيف يعني؟ لاحظ الان عملية لما بدي حق اول شيء الله سبحانه وتعالى لانه بده ينزل في هالمكان بده يبارك المكان، اول بركة فيه شيء وشو بصير؟ اذا هذا اصلا الكلام ذكر اثناء عملية نزوله، مش انه بيستمر معاه، فيش اي دليل انه بيستمر معاه. هاي واحد. اثنين،
اثنين. طيب يا جماعة انتوا لو كنتوا صحيح صادقين في معالجة الأمور كان بتتعاملوا مع النصوص الأحاديث تعامل يتلائم مع قدسيتها، مش بتقعدوا تتكلموا بدون علم. طيب أنا بدي أقولكم أنا شخصيا الحديث هذا، هذه اللفظة، لأن الأحاديث على فكرة أحيانا فيها مقاطع ينفرد فيها راوي، أنا وجدت أنه هذا الكلام بالذات منفرد فيه راوي واحد، مش بقصد النواس بن سمعان، منفرد فيه أول شيء نواس بن سمعان، فهمنا؟ ومن روى عن نواس، ومن روى عن ومن روى عن أقل شيء أربعة، هذول كل واحد كان منفرد في الحديث. طب لو أجوا دخلونا هم على هذه العبارة، هذه العبارة بالذات، وقالوا هذه العبارة أصلا مدارها على واحد، وإحنا شرعا لما يكون مدارها على واحد وتبدو لنا متناقضة مع ما هو أصح منها، وقتها بنعذرهم، بنقول والله هذول الناس لحظة، لأن أنا تبعت، أنا شخصي مش ضروري أكون يعني وصلت للنتيجة الأخيرة، لكن أنت تبعت بما فيه ظنيت الكفاية، مش ها، وجدت إنه هذه العبارة بالذات ينفرد فيها رواة في السند، مش بس مرة واحدة، هذا وهذا 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 بنفردوا، فيش غيرهم بقولها، فيش غيرهم بقول. طيب لو أجا واحد بده يناقش بهذه الطريقة ويقول لي تعال هذه العبارة بالذات اللي بتقول عنها أنت إنه فلا يحل لكافر، مش هيك؟ إنه هذه العبارة اللي مش موجودة في باقي أحاديث الدجال، ليش ما جابوها هم الثانيين في الأحاديث الصحيحة الثانية؟ هينا وجدنا إنه فلان منفرد فيها، وفلان تفرد فيها، وفلان تفرد فيها، إذن وإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا إحنا شرعا إنه نصدق حتى يكون شاهدين، يعني في أمور الدين دين بين اثنين في شاهدين، هذه في دين، في دين بدنا نلزم فيه البشرية، بيكفي في واحد، هذا مش هذا موضوع طبعا، بيكفي بيكفيش الآن، ولكن لو كانوا بيناقشوا بهالطريقة هاي اعطت احتمالين يناقشوا فيهن، احتمال لما بينزل أثناء عملية نزوله وهو إكرام لمقدمه كل من كان في المحيط من الكفرة، يعني بده ينزل إيش اللي يستقبله مين؟ فقط المؤمنين، هاي واحد، لأنه فيش عندهم دليل أصلا إنه هذا الكلام يستمر، وفي دليل إنه بيستمرش، وفي دليل انه بيستمر. القضية الثانية انفرد فيها الراوي الفلاني والراوي الفلاني والراوي الفلاني والراوي الفلاني، وين الاشكال؟ نكمل ان شاء الله